السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا. موعدنا اليوم مع تفسير رؤيا الفراولة في المنام للمرأة المتزوجة. يدل حلم الفراولة الطازجة للمتزوجة في المنام على الخيرات والأرزاق والصحة والعافية، ويدل على النجاح الذي تشعر به والتفاؤل والسعادة. وإذا رأت المرأة المتزوجة أن زوجها يعطيها فراولة يدل على زوال الهموم والأحزان وانتهاء المشاكل وعودة الأفراح إلى البيت. ما هو تفسير حلم أكل الفراولة أو الفريز للمتزوجة في المنام؟ إذا رأت المرأة المتزوجة أنها تأكل الفراولة فهي بشرى بالحمل والرزق والسعادة. يدل أكل الفراولة ذات الطعم اللذيذ على الخبر السار وتحقيق أمنية ورزق قريب سيملأ قلبها فرحة وسرور. أكل الفراولة الحامضة أو المرة أو التالفة يدل على حسد الآخرين وغيرتهم منها والإصابة بمرض، ويدل على المشاكل والخلافات والهموم. ما هو تفسير حلم الفراولة الحمراء للمتزوجة في المنام؟ إذا رأت المرأة المتزوجة في منامها ثمار الفراولة الحمراء فهذا يشير إلى صلاح الأحوال وتيسير الأمور والفرج القريب لها ولزوجها وأبنائها. تدل الفراولة الحمراء للمتزوجة على قدرتها على تنظيم شؤون العائلة وحسن تربيتها لأولادها وحسن معاملة زوجها لها، إذ لم تنجب أولادا بعد، فالمنام هنا يرمز إلى الحمل والله أعلم. ما هو تفسير أكل الفراولة الحمراء للمتزوجة في المنام؟ أكل ثمار الفراولة الحمراء في منام المرأة المتزوجة يشير إلى رزق وفير سيملأ قلبها بالسعادة والرضا والفرح والتفاؤل. يدل حلم أكل الفراولة الحمراء للمتزوجة على الحب المتبادل بينها وبين زوجها، وهي دلالة على الاستقرار المادي والنفسي، ويشير أيضا للأبناء الصالحين. ما هو تفسير حلم الفراولة الخضراء للمتزوجة في المنام؟ إذا رأت المرأة المتزوجة الفراولة الخضراء في المنام فتشير هذه الرؤية إلى سماع الأخبار السعيدة والأرزاق القريبة، وهي علامة على الحمل القريب. في بعض التفاسير يرمز حلم الفراولة الخضراء إلى الضيق لفترة مؤقتة يتبعها الفرج بإذن الله. ما هو تفسير حلم عصير الفراولة أو الفريز للمتزوجة في المنام؟ عصير الفراولة اللذيذ للمرأة المتزوجة في المنام دليل خير ورزق، ودليل أيضا على الشفاء من المرض. يدل عصير الفراولة على انتهاء المشاكل وزوال الهموم التي كانت ملقاة على عاتقها. تفسير حلم شراء الفراولة للمتزوجة يدل على أنها امرأة عاملة تساعد زوجها في حياتها الأسرية من مجهود ومال أعانهم الله تعالى. رؤية أكل الفراولة للمتزوجة يدل على أنها امرأة جميلة قد ميزها الله تعالى عن دون النساء بأشياء كثيرة، ويدل أيضا على شفاء لها من كل اسم ومرض وضيق. رؤية المتزوجة فراولة فاسدة في بيتها يدل على وجود امرأة تعيق حياتها وتسبب لها في مشاكل مستمرة مع زوجها، وعليها بالدعاء إلى الله لإبعاد هذه المرأة عنهم. وإذا كانت المتزوجة حامل فتدل رؤية الفراولة على إنجابها بنت جميلة سبحان المبدع في جمالها وعلى تيسير في ولادتها بإذن الله. وإلى هنا تنتهي حلقاتنا ونلقاكم في تفسير جديد، فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.